سلوكياتي دي عنواني، بابا وماما يعلموهالي، ومعلمتي الشاطرة أماني، لما أكون في زيارة لحد أبقى مؤدب فوق الحد، أطلع صوتي لأ لأ لأ، كأني في بيتي لأ لأ لأ، أبقى ولد نوتي لأ لأ لأ، أمال إيه؟ أبقى مؤدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من حكاوي أمان، المعلومة والفكرة والغنوة والضيف الجميل والأطفال اللي كلها مواهب. عنوان حلقتنا النهاردة سلوكياتي، هي عنوان الحضانة الجميلة ومعلمة رياض الأطفال الجميلة. اتفقنا مش هتشتغل أكاديمي بس، المعلم يجب أن يكون تربويا قبل ما يكون عملي. قبل ما اشتغل أكاديمي أنا هربي الأول واعلم سلوكيات. رحبوا معايا بضيفه النهارده استاذه سمر محمد، مديره حضانه سمارت كيدز بديارب نجم بالشرقيه. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، شرفتيني النهارده في حكاوي اماني، واطفالي الحلوين الجمال شرفتوني النهارده في حكاوي اماني. عرفت ان معانا اول فقره النهارده القران الكريم، احب دايما نبدا فقرتنا بالقران الكريم. مين هيقدم لنا القران الكريم من ولادك؟ احمد. اهلا بيكي احمد، اسمك ايه؟ اتكلم في المايك يلا. احمد. جاهز يا بطل؟ اي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل بعايات إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخنا الجميل، بحييكي. أهلا بيكي معانا في حكاوي أماني. حلقتنا اسمها سلوكياتي، هي عنوان. طيب بتعلمي أولادك في الحضانة سلوكيات؟ طبعا. بتتعاملي مع موضوع السلوكيات إزاي؟ طيب متخصص يعني تعديل سلوك ولا لا بتتعاملي بنفسك؟ الحمد لله حبي في الاطفال من البدايه كان هو سبب نجاحي، بالرغم من ان انا في قريه ريفيه، قريه ابو متنه مركز ديار بنك، بس انا قدرت الحمد لله ان انا اقدم تعليم راقي، وان انا اشوف يعني كل حاجه تفيد الطفل وحاولت ان انا اعملها، وحتى قدرت تتعاملي مع انماط المعلمات الامهات هناك. اكيد. وده ساعدني ان انا برضو بسعى دايما ان انا افيد من نفسي اكتر واطور من نفسي اكتر. حاجه حابه ان انا اتعلمها، اخد كورس في حاجه معينه باخدها، اخدت كورس بروفيشنال تيتشر، معلمه المحترفه، فادني كتير جدا، والحمد لله قدرت ان انا احقق نجاح. احنا كمان يومين هنكمل سنه، يعني انا بحتفل بالثانويه عند حضرتك. عقبالي يا رب 100 سنه، يعني انتوا كده بقالكم سنه بس بفضل الله قدرتي تسيبي بصمه كويسه جدا في حضانتك، وتقنعي اولياء الامور بان انت الفكر اتغير، ولاقي التلقين تمام، اقتنعوا بلاقي التلقين. اللهم لك الحمد. معانا فقرات ايه تاني؟ معايا ريناد اسماء الاشاره. ريناد فين ريناد؟ ريناد ممكن تقولي تجيبي لنا اسماء الاشاره؟ يلا يا روح. شطوره بالراحه، شاطره هايله. يلا امسكي المايك، نروح نقعد الاول بالوسيله بتاعتنا، شطوره نمسك المايك. ممكن صديقنا يساعدها ويقرب لها اللي فيها كده. ايوه شطوره، برافو عليكي. ايوه كده يلا. صديقنا يقرب لها المايك. يلا جاهزه؟ يلا ابدا. اسماء الاشاره حلوين اخر شطاره، بشاور بيهم على اخويا واختي والكل والجاره، بشاور بيهم على اخويا واختي والكل والجار، الولد اقول له هذا مفرد مذكر، هذا البنت تبقى هذه مفرد مؤنث، هذه ولد وصاحبه، هذا اتنين مذكر، هذا بنت وصاحبتها، هذا اتنين مؤنث، هذا صحابي كلهم هؤلاء، أولاد وبنات هؤلاء زي الشربات هؤلاء، أسماء الإشارة حلوين آخر شطارة، بشاور بيهم على أخويا وأختي والكل والجارة، أسماء الإشارة
هايله، برافو عليكي، برافو عليكي. التعلم من خلال الوسيله والنشاط والمتعه، يعني التعلم من خلال اللعب، متعه التعليم الصحيح. ان ابني مش حافظ، انا ابني فاهم كويس جدا. طيب عايزه اعرف انت مشروع الحضانه ده كان بالنسبه لك الهدف منه، وبكل صراحه يعني مادي في المقام الاول، ولا كان فيه حلم وحاولتي ان انت تسعي له وكافحتي ان انت توصلي لحاجه معينه؟ وهل اشتغلتي في الحضانه بايديكي؟ اه طبعا اشتغلت. انا في البدايه خالص، هو طبعا عشان دايما هدفي بيبقى ان انا اقدم حاجه كويسه لبلدي، فالحمد لله في كل حاجه ربنا كان بيوفقني. جت في البدايه خالص جات لي فكره كده من ربنا ان انا عايزه المكان يبقى شكله حلو والاطفال تحبه، ما تحسش ان هو يعني ما يبقوش قلقانين وهم قاعدين، يبقى حاجات تفرحهم. عملت الكراسي بايديا على شكل حيوانات، رسمتها على شكل حيوانات. رسمتها بايدي، والرسمه وديتها للنجار قص الخشب على الرسمه اللي انا عاملاها له. انت اخترتيها على شكل حيوانات لان الاطفال كلها اعتقد بتحب الحاجات دي. وبالوان بقى، الوان مبهجه، والحاجه دي ساعدتني في البدايه قبل بقى ما اقدم التعليم، لان في البدايه كانوا لسه يعني مش عارفين قوي انا هقدم ايه. فالحاجه يعني الحاجات دي ساعدتني في ان الاطفال حبوا المكان وكانوا مبسوطين بالحضانه. طيب حضرتك قلت لي ان انت بتعالجي السلوكيات اللي اكيد بتقابلنا مع الاطفال في البيت او في الحضانه، مشاكل كتير جدا. أكيد. ممكن نستعين بمتخصص، وممكن انا بلباقتي وشطارتي اتعامل مع الطفل ده. هل في سلوك معين قابلك في الحضانه وتعاملتي معاه؟ وتعاملتي معاه ازاي؟ يعني تستخدمي ايه وانت بتعالجي السلوك ده؟ انا بستخدم ممكن قصه. يعني انا دي حصلت معايا بالفعل في الحضانه. كان عندي طفلة، في أدوات اللي احنا بنستخدمها بنحطها قدامنا، الإقلام والأستيكة والحاجات دي، كنت أنا واخدة بالي إن هي بتاخد حاجات منها هتحطها في شنطتها. طبعا حاجة زي كده ما حبيتش إن أنا أقول لمامتها. جميل. السلوك ده يا جماعة ممكن يقابلنا كتير في الحضانة. أنا شخصيا قابلني مع أطفال كتير سلوك زي كده، وأنا ما حبيتش إن أنا يعني أقول الكلام ده لمامتها، ما حبيتش إن أنا أزعلها. دوري كان لازم إن أنا اعالج المشكله دي. اتصرفت انا من نفسي. جميل. والحمد لله بقت دلوقتي بتلم الحاجات الضايعه من زملاتها عشان تيجي تديها لي، تقول لي اتفضلي يا مس دي مش بتاعتي. شوقتينا. عملتي ايه؟ عملت قصه عن الامانه، قدمتها عن طريق مسرحيه. جميل. المسرح الجميل ده انت اللي عاملاه بايديكي؟ اه انا اللي عاملاه بايديا، الشغل ده كله انا اللي عاملاه بايديكي. تسلم ايديكي. جميل جدا. خليكي. وفكرته سهله وبسيطه. جدا. مجهزين قصه ايه؟ مجهزه قصه زازا وعمر وماما. ممكن نطلب من بنوتتنا، اسمها ايه الاموره؟ شح. ممكن شهد تجيب العرايس دي من السمر. شطوره، برافو عليكي. هو انا ينفع؟ يلا اتفضل. القصه بتتكلم عن الامانه. بتتكلم عن الامانه. أنا فرحان فرحان بالصلصال الجديد بتاعي، بابا جابهولي، أنا مبسوط خالص. أنا بس هروح أقضي حاجتي وآجي ألعب بيه. إيه ده؟ هي فين السندوتشات بتاعتي؟ أنا كنت حاططهم في الشنطة. إيه ده؟ إيه اللي على الأرض ده؟ الله، إيه الصلصال الحلو ده؟ باخده واخبيه في شنطتي واروح العب بيه في البيت براحتي. ايه ده؟ فين الصلصال بتاعي؟ انا كنت حاطه هنا، راح فين؟ ده بابا لسه مشتريهولي امبارح، يا ترى راح فين؟ ادور فين بس. الله، انا فرحان، كان نفسي في الصلصال ده من زمان. كل ما اقول لبابا هات لي صلصال جديد يقول لي حاضر حاضر وما يجيبش. انا لقيته. ايه ده يا زازا؟ ايه اللي معاك ده؟ بصي يا بابا الصلصال بتاعي. اشتريته ازاي؟ بصراحه انا ما اشتريتهوش، انا لقيته. يعني مش بتاعك؟ ازاي تاخد حاجه مش بتاعتك؟ استني بس استني، ايه اللي مش بتاعك ده؟ بقول لك لقيته، انا لقيته الاول يبقى خلاص بتاعي. يا سلام، هو اي حد يلاقي حاجه في الارض وياخدها تبقى بتاعته؟
انت سالت عن صاحبها واسال ليه؟ ده انا ما صدقت ان انا لقيتها ورحت مخبها على طول. كده يا زازا كده انت مش هيبقى عندك امانه. وايه ما عنديش امانه دي كمان؟ انت مش عاوز تبقى امين زي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاه والسلام. انا بحب الرسول وعاوز ابقى زيه. الرسول كان امين وما كانش بياخد حاجه مش بتاعته، علشان كده الناس كلها كانت بتقول عليه الصادق الامين. طب ايه رايك يا ماما العب بيها شويه وبعدين اسال عن صاحبها؟ انت تحب حد ياخد حاجتك من وراك ويلعب بيها؟ ازاي؟ لا طبعا، كده حرام، اللي يعمل كده مش هيدخل الجنه. خلاص يا حبيبي، عشان انت كمان تدخل الجنه تروح حضنتك بكره وتسال عن صاحبها او تديها للمس وهي تتصرف. وتعالى نقول لبابا ونخليه يشتري لك واحده، او حوش من مصروفك وهات لك واحده. حاضر يا ماما، انا هرجعها لصاحبها. مش لاقي الصلصال بتاعي، انا طول الليل عيط وزعلان خالص. صح، انا هقول الدعاء اللي مس سمر قالت لي عليه. اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي. المس قالت لي لما يضيع منك حاجه قول الدعاء ده وبامر الله تلاقي حاجتك. انا هقوله تاني. اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي. مش لاقي حاجه. صلصال مين ده؟ بتاع مين ده؟ صلصال مين ده؟ زازا، الصلصال ده بتاعي. بجد يا عمر؟ والله العظيم بتاعي، والله بتاعي. اتفضل الصلصال بتاعك. الله، ممكن تسقف لهم يا اصحابي؟ ممكن تسقف لهم هما الاثنين؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله استجبت لدعائي، شكرا يا زازا. انا اسف يا عمر، في الحقيقه الصلصال بتاعك انا خبيته في شنطتي، بس انا مش هعمل كده تاني عشان انا نفسي ابقى زي الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بشكر حضرتك على القصه الاكثر من روعه اللي انت طبقتي كيف نحكي القصه للاطفال بطريقه ممتعه، واستخدمت كل المقومات الناجحه انها توصل للطفل المعلومه، وشفت اطفالي الحلوين متفاعلين معاها بشكل كويس. امهاتنا سلوكيات الاطفال بتتعالج مش بالاوردرات المباشره، ممكن بقصه بسيطه زي دي تحلي اي مشكله بعون الله ممكن تقابلك. عايزه اعرف اولى فقرات البرنامج عندك في الحضانه بتستقبلي الاطفال بشكل معين ولا بتعملي ايه؟ انا بستقبل الاطفال بالدائره الصباحيه. جميل، دي حاجه ساعدتني جدا على ان هم يبداوا يومهم يبقوا مبسوطين ويستجابوا معايا لاي حاجه بعد كده في خلال اليوم. يعني الدائره الصباحيه يا معلمات الروضه هي اولى فقرات البرنامج اليومي في الحضانه، اوعي ابدا تبداي يومك من غيرها، فطري ولادك وقولي لهم الاذكار واعملي الدائره الصباحيه واخلقي بينك وبينهم حاله حب ملهاش حدود. معانا فقرات ايه تاني؟ معانا فقره الساعه. مين هيقدمها من اصحاب الحلوين؟ وعد وشك. يلا هاتي هنا يا وعد، يلا هاتي الساعه ونرجع مكاننا تاني. برافو، تعالي يا وعد. لا سيبي دي يا شه، سيبيها، هاتي الساعه بتاعتك. تعالي يا وعد. يلا يا شطور، اقعدي يا وعد. جاهزين؟ اعملها كده بقى. الساعه في ايدك كام يا شهد؟ الساعه كام؟ الساعة في ايدك كام يا دودي؟ الساعة كام؟ الساعة 60، الساعة 30، 15، 20. برافو، الله 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 الله. عندهم كام سنة؟ وعد كي جي 1، شهد كي جي 2. شايفين ولادنا الحلوين عندنا لسه في مرحلة الحضانة وبنتعامل مع التايم والوقت، وعارفين الساعة فيها بتتقسم لإيه، ومعانا الوسيلة بتاعتنا والتعلم من خلال اللعب، كلنا لازم تبقى دي قاعدتنا. طيب عايزه اعرف حضرتك ايه اهم اللي بيميز حضانتك؟ انت قلت لي انك في ريف
وبتقدمي حاجات مميزه، هل فكرتي مثلا ان انت تقدمي لغه ثانيه في الريف، ولا انتم مثلا بتشتغلوا لغه انجليزيه بس؟ لا انا في البدايه، حبيت كنت قلقانه من الموضوع ده، انا بقدم فرنساوي مع الانجليش. لغه فرنسيه. اه جميل. سالت اولياء الامور عندي الامهات، لقيتهم كلهم نفسهم في يعني حاجه زي كده تتوفر عندنا في البلد، لان علشان يعني يحققوا ده لاولادهم يسافروا يروحوا مكان تاني بعيد. تمام. فانا حبيت ان انا افيد بلدي واطفال بلدي في حاجه زي كده، يعني ان انا اوفر. يعني انت قدمتي اللغه الفرنسيه كلغه تانيه بدون اي قيود؟ يعني انا اعرف حضانات كتير مثلا هتشتغل الجيرمان او هتشتغل فرنساوي مع الولاد، عشان ده اوريدي هيبقى موجود في المدرسه اللي هيروحوها. لكن استاذ سمر انا بحييكي، انت قدمتي جاست فور للاطفال بس، مش علشان هياخدوا في مدرسته ولا لا، انت بتاهليه لفكره ان في لغه تانيه غير اللغه. بحييكي جدا. حكاوي اماني معلمات قديره في حكاوي اماني، معلمات مميزه في حكاوي اماني، اصحاب الرساله الراقيه. انا بحييكي وفخوره ان انت معايا النهارده، وبرده مش عايزه اضيع وقت، معانا فقرات تانية؟ فقره الفرنساوي مين هيقدمها لنا؟ سلمى وملك ولوجين. اقعدي مكانك يا سلمى. دور. تمام خلاص خدوها. طيب احنا معانا اتصال تليفوني، نقول الو. الو. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. اهلا بحضرتك معانا يا فندم في حكاوي اماني. امور يا فندم. بابا. احنا هنسيب استاذه سمر محمد هي اللي تكلم حضرتك، اتفضلي. ازيك يا بابا؟ حبيبي يا بابا. حبيبي. احنا فخورين ان هي معانا النهارده يا فندم. حقيقي حضاره مميزه بالرغم من تواجدها في مكان بسيط جدا، ولكن النهارده هي معانا مقدمه افكار حلوه قوي. عايزه اعرف بقى، هل انت كنت بتعينها كده وواقف جنبها في فكره المشروع بتاعها؟ الحمد لله رب العالمين. ده سموره حبيبتي، وان شاء الله تخلق لنا كده جيل صالح عشان يشيل البلد، لان مصر حلوه قوي، ويا رب يجعل لها الخير يا رب. حلوه بيك يا والد. وبتمنى الخير لسمر بنت حبيبتي. تحب تقولي ايه لبابا؟ يا بابا ربنا يديك الصحه، طول في عمرك يا رب، ويخليك لنا ما نحرمش منك ابدا. ان شاء الله تخلق لنا جيل كده، ان شاء الله يشيل الدوله. مصر حلوه، وعايزين اجيال تشيل الدوله، تشيل مصر الجميله دي. شكرا لحضرتك يا فندم، الف شكرا لحضرتك. انا بحييكي وبحيي بابا الجميل، وقال كلمتين هما بالبرنامج كله وبالحلقه كلها. طيب احب اقول لمتابعيني حلقتي خلصت، بس استنونا ما تمشوش، معانا فيديو بعد الفيديو ده في اهداء من اطفالي الحلوين، فما تمشوش. في اخر كلامنا راح نرمي سلامنا ونودع حبايب طيور احلى جنه. اشوفكم بخير في الحلقه اللي جايه، استنونا ما تمشوش.
انا حاسه خبى واختفي في اي مطرح.